5 جويلية مصادف لعيد الاستقلال. وان تو ثري في بالجيري، ربي يرحم الشهداء اللي جابوا البلاد وربي يحفظ بلادنا. ثاني حاجة، المشروع هذا ماشي تاع الياس ولا حمزة، هو مشروع 100% شبابي، لأنه عملنا قاعة رياضية، هو نادي ونادي دار قاعة رياضية. قاعة رياضية فيها كل المواصفات وكل الأجهزة باش كل الرياضيين اللي يمارسوا رياضات مختلفة يتلاقاو في البلاصة هذه ويونترنيو كيف كيف ويخدموا كيف كيف. لوبجيكتيف انه نحسنوا الاداء تاع الرياضيين، نعرفوا باللي في الجزائر اللي يمارس رياضه قتاليه ولا يمارس ان سبور واحد اخر ما عندوش وين يدير لو ترونسفير، صادق كيدير مشكلاسيون ما يقدرش يدير كاراتي، لا دار كاراتي يقدرش يدير جيدوكسيتير. حنا درنا صاله اللي فيها كلش من المشكلاسيون كروس فيت الكاراتي جيدوكسيتير. دونك واش نقول بهذا المشروع تاعنا كاع، مرحبا بكامل الرياضيين، مرحبا بكامل ولاد بلادنا، مرحبا بكامل الشعب الجزائري، وربي يحفظكم. 1 2 3 في الجزائري. حنا الهدف تاعنا هي نزيدو ان بلوس للوطن ان شاء الله، للشباب الجزائري اللي منهم رياضه النخبه ولا غير رياضه النخبه اللي يجوا يحضروا عندنا ان شاء الله، ونعطولهم الاكسبيريونس تاعنا ونعاونوهم باللي قدرنا ان شاء الله باش نزيدو البلوس لالجيري باش يمثلوا الجزائر في محافل دوليه وطنيه وافريقيه وعربيه اللي باش يرفدوا رايه الوطن ان شاء الله. بون هاد لينيسياتيف مليح بزاف خاصة للرياضيين سواء كانوا نخبة أو ابتدائيين، لأنه نشوفوا هاد الصالة يعني اللي دارها الأخ حمزة عثماني والأخ يعقوب، يعني تضم ماشي ديسيبلين واحدة، فيها كاراتيه لماما ومسكولاسيون، يعني المتنوع رياضات. وننصح بالرياضيين يجوا لهنايا، يعني راح يكون بيرسونال مليح ويكونوا بيان اونكادري. وحنا واش ماذا بينا يعني قد ما يكثروا قاعة الرياضة، قد ما الرياضي يكون عنده الاختيار أكثر وتكون عنده الإمكانية أكثر باش يزيد يدرب قدر. ونقولهم يعطيكم صحة وربي يوفقكم إن شاء الله. نحن في هذا الملتقى ملتقى الأبطال للشباب، وشفنا أبطال هنا، أبطال إفريقيا، أبطال العالم، أبطال في البطولات الجزائرية، وكنا نحكيه معهم وكانوا فرحانين. ونتمنى إن شاء الله هذا الأبطال هذو يكونوا مرافقين للشباب الجزائري، الشباب الناشئ، الرياضة المدرسية وكل الرياضات إن شاء الله يرافقوا الشباب تاعنا والتلاميذ باش يكونوا هما كذلك أبطال إن شاء الله في المستقبل. هذه اللي درها حمزة عثماني بطل عالمي في الكاراتيه، سيت اون تري بان انيسياتيف. ابري المشوار تاعو الرياضي اللي قام به وشرف العالم الجزائري وشرف البلد الجزائري، راح يكون قدوه للشباب تاعنا، وراح يحفز الشباب تاعنا باش يلحقوا الاهداف تاعهم مثل البطل العالمي هذا. وهذا البطل العالمي لازم كما يقولوا نعطيو له الامكانيات كما يقولوا زانفراستركتور سبورتيف، الامكانيات اللي ندعموا مثل الانيشيتيف هذو باش يكون ان ريزيرفوار بور ليكيب ناسيونال. نبارك للخويا الياس بن يعقوب وحمزه عثماني على افتتاح القاعه الرياضيه هذه اللي فيها جميع العتاد الرياضي الخاص بالرياضي. ان شاء الله كما نقول لك تعم على كامل تيريتوار ناسيونال ماشي غير في الجزائر العاصمه. الدوله لازم تتعاون الرياضيين وتنفيستي في الرياضيين، باسكو الرياضي كي تنفيستي فيه راح يمد لك الثمار اللي تكون في الاعوام القادمه ان شاء الله، لما لا ميداليات وتتويجات والبلادنا كما نقولوا تولي من الحسن الى الاحسن. نشوفها حاجه مليحه وتعاون لي زاتلات سيرتو اللي راهم جايين ان شاء الله، نعم جاي باش يلعبوا لي جو كيما نقولوا شامبيونا دافريك شامبيونا عرب. تسمى هادو لي زاتلات لي عندهم لي تيت كي يشوفوا لي زاتلات هادو اللي طالعين تسمى يديروا بهم كوراج. كاين ناس عندهم خبره كيما حمزه عثماني والياس يوقفوا معاهم باش يلحقوا النجوميه ان شاء الله، وربي يوفقهم ان شاء الله.
مبادرة جيدة جدا، وهذا أولا من أجل شغل مساحة وفضاء ميت داخل المركب الرياضي، ثانيا ربما من خلال البطل حمزة عثماني إن شاء الله راح يكون حافز للشباب من أجل ممارسة عدة تخصصات داخل القاعة، وبالتالي راح يكون هناك أبطال في المستقبل إن شاء الله. وهذه مبادرة جيدة جدا تستحق التشجيع والتنويه. نصيحة للشباب، لكل شباب سواء كبار ولا صغار، نقولهم رياضة بناء الأجسام ما يقولوا عليها رياضة الفقراء، وهي يقولوا عليها رياضة الأغنياء وهي يمارسوها الفقراء. صح، أنا نقولهم بالإرادة والصبر تقدر تروح وين راك حاب. كاش كاع الأبطال المحترفين بداوا من الصفر ولحقوا دوك في أبطال محترفين وأبطال العالم وراهم في كرة الاحتراف. أنا نقولهم تقدروا وشكوا حايبين، إلا عندكم هدف تقدروا تلحقوا له. ونصيحة لكم، إلا دخلتوا لهذه الرياضة ما تدخلوش وحدكم.